هوية بريس. سي يوسف مرحبا بك في قناة هوية بريس. بداية كتابع سي انت كمكتبي وجميع كما تابع جميع المغاربة أن الدخول المدرسي تأجل حتى لغاية الفاتح من أكتوبر يعني الشهر المقبل. أنت كمول مكتبة كيف تلقيتي هذا الإعلان على هذا القرار وكيفاش تعاملتي معه في إطار خدمتك؟ واش شنقول لك، السلام عليكم بعدا وإخوان، وكنتمنى العام يكون زوين لجميع المغاربة بصفة عامة، يعني الآباء والدراري، ويكون عام موفق للجميع. بالنسبة لهذا العام الدخول هو كالعادة، هو كان ثلاثة شو تنبير وجاونا الطلبيات كما العادة والوراق ديال الناس وصرنا خدامين عادي. من وراها كانت تأجل ذاك ديال واحد أسبوع، يعني في عشرة شو تنبير، حكم أن التأجيل أسبوع يعني بقى الأمور عادية، أسبوع بقات الأمور غادية هكي كما يعني. من وراها شنو وقع؟ من وراها تأجل إلى حتى شهر عشرة. هنا فين وقع الارتباك؟ شنو وقع؟ الناس بان لهم أنها زادت العطلة شهر، اللهم يمشي يقضي مثلا حوايج أخرين، بحال مثلا كاين اللي كتسالو كرا، كاين اللي كتسالو الموضة، وكاين اللي كيتسالو شنو وقع؟ خاصو يمشي بعد يقضي المسائل ديالو. كيبان ليه الناس ارتبكوا، الناس يعني أجلوا هاد سميتو، بقات الطلبيات محطوطة توقف في البيع وتوقف سميتو. الا كيبان لي الامور غادي تقاد الامور ان شاء الله باذن الشهر 10 ان شاء الله باذن الله. سي يوسف انت دابا كمول المكتبه، شنو الافضل لك؟ واش كان هذا القرار يعني مفيد للمكتبه؟ هو شنقول لك، هو راه بحال غير العطله، عوض مثلا ريحنا شهر ولا شهرين ولينا مريحين 3 شهور، وغاد زادنا مصاريف بحكم يعني غاد الدراري يخدموا معاك، تزاد عندي والطلبيات دفعت فيهم يعني دفع فيهم فلوس، خاصك انت ترجع للناس فلوسهم وداك الشيء. اما هو كنظن يعني الدخول غيتم ان شاء الله باذن الله بحال العوام اللي فاتت. ما كيجيوش عندك الناس ديال الخواص يعني واش خدامين؟ الخواص كيف ما قلت لك سابقا، الخواص بحال يعني خداو عاوتاني واحد الشهر عطله، يعني اجلوا داك التليفونات والو امدرا فين وصل ارا عندي، تاجلات توقفات كاننا حنا رجعنا شهر 8 عندي، على شهر 8 حنا دابا على رجعنا للصيف عطله عندي، وكيتمناو يعني حتى الشهر تبقى ديك اسبوع ولا 5 ايام وعاود يرجع ثاني الناس عاود ثاني الاكتضاض وارا ليا واش جبتي واش هذا. بالنسبة للمشكل اللي كان كيوقع ديال بعض المطابع ما كتكونش، واش التأجيل هذا يقدر يكون مفيد لهذه القضية هذه؟ واش نقول لك، لأن الوقت ديال طبع الكتب دابا غيزيد يتمدد شهر واحد آخر. ونتمنوا يعني يداركوا هذا الموقف، حيت خصوصا دابا راه كاين نقص، كاين نقص ونقص حاد، كاين مطابع اللي لحد الآن باقا ما طبعاش، فهمتي؟ وديال العمومي ماشي ديال الفريد. ديال العمومي ويعني ديال الابتدائي وديال الاعدادي كاين بعض اللي باقا ما شفناهاش كاع العام، ونتمناو يعني هاد المده يعني يستافدوا منها ويوجدوا لنا المسائل باش نخدموا الدراري باش عاود ثاني يلقاو المطابع وما بقاوش يدوروا هنا ويدوروا هنا ويدوروا هنا. وحق حنا لو بغينا شي مطبوع كنبدا ندورو، كنمشي لهنايا سير الدار البيضاء سير التمارا سير الرباط سير القنيطره سير وما كتلقاش. يعني غيبقى هذاك الاكتضاض اللي كيكون في الدخول المدرسي مع وجود هذا القرار ولا؟ ايوا حاجه طبيعيه، لان ما يمكنش نجلسوا بلا قرايه، واخا عن بعد واخا سميتو الانسان مني انا وجبد انا وليداتي غنقريهم باش مكان وغنشري الكتب باش مكان، واخا عندي يعني الدخول راه غادي يبقى هو ان شاء الله باذن الله، ونتمناو يكون بحال العام اللي فات واحسن كاع، ونتمنى الله سبحانه وتعالى يهز علينا هذا الوباء، حنا هاد البلاد عزيزة علينا وراها تأثرات بحال الدول الأخرين، هي ما يعني ماشي بواحد الحدة، يعني كنشوف بلاد أخرين اللي راه وقعوا في أزمة، بلادنا الحمد لله يعني ماشي في 100%، كاين واحد خصوصا الطبقة اللي خدامة غير بلي جورني ديالها والنهير ديالها وداك الشيء تأثروا شي شوية، ولكن بصفة عامة يعني راه كاين الحمد لله بحكم الله سبحانه وتعالى وبحكم السياسة ديال سيدنا النصر. هوية بريس.